الاستيطان الإسرائيلي من بين أهم البنود التي رفع بشأنها شكاوى إلى المؤسسات الدولية بما يشمل الجنائية الدولية، وهو ما قد يؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي. التقرير التالي. من المتوقع أن يقوم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نهاية الشهر القادم بنشر قائمة سوداء للشركات الإسرائيلية والعالمية التي تعمل في الضفة الغربية ومرتفعات جولان. لنشر القائمة يمكن أن يكون تداعيات اقتصادية، حيث سيصعب ذلك على الشركات تصدير منتجاتها وبالتالي إلحاق الضرر المادي بها الذي بدوره من الممكن أن يضر العاملين الفلسطينيين بها. رامي ليفي يسيطر على إمبراطورية من محلات السوبر ماركت والأسواق الصغيرة، قبل عام افتتح مركزا تجاريا خامسا في الضفة الغربية. لا أفهم لماذا أنا على هذه القائمة. إذا قاموا بالتحقق بالفعل فسيرون أننا نخلق وظائف للجميع، الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، لكنهم لا يريدون مصلحة الفلسطينيين، على العكس يخدعونهم بنشر الأكاذيب. في شوارع القدس الشرقية يتساءل الفلسطينيون عما إذا كان هذا القرار سيؤدي إلى قطع الحبل السري الذي يربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي. من الجيد أنهم سيضعونهم في قائمة سوداء ولا أحد يشتري منهم أو يعمل لديهم. أغلقت الكثير من الشركات في فلسطين بسبب هذه الشركات الإسرائيلية التي قدمت إلى أرضنا، أكثر من 500 شركة. يضاف هذا الإجراء إلى إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن تحقيق محتمل في جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة في الأراضي الفلسطينية، وأيضا قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بأن المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية يجب أن تسمى بأنها صنعت في الأراضي المحتلة. ينضم إلينا عبر خدمة سكايب المحامي عمر خماسي، مدير مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان. أستاذ عمر أهلا بك. يعني السؤال، هل فعلا هناك خشية إسرائيلية من أن تؤثر هذه القرارات الأممية وأيضا ربما إعلان المحكمة الجنائية الدولية، هل هناك فعلا خشية إسرائيلية من ذلك؟ واضح جدا المتطلع والمتتبع للقرارات الأممية الأخيرة، يعني في مرحلة معينة كانت هذه القرارات بالنسبة لإسرائيل غير مهمة وتضربها بعرض الحائط، ولكن القرارات الأخيرة عندما تصدر عن المحاكم هناك تنفيذ لمثل هذه القرارات، كما القرار الذي صدر من المحكمة الفرنسية ومن ثم تم الاستئناف عليه للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي ألزمت عمليا بوضع والإشارة إلى المنتجات على أنها من المستوطنات، وكذلك الأمر بخصوص القرار الأخير للمدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية التي عمليا هذه القرارات هي قرارات تنفيذية وبالتالي سيترتب عليها خطوات تجعل من إسرائيل ومن القادة الإسرائيليين في مكان من القلق والخوف والترقب لما سيحدث مستقبلا، بعيدا عن الجانب السياسي والشرعية فيما كل ما يتعلق في أن إسرائيل اليوم هي دولة عمليا مثل كثير من الدول الأفريقية التي اتهمت بجرائم الحرب. إسرائيل اليوم تجد نفسها في نفس الدائرة التي هناك شبهات على أنها قامت بارتكاب جرائم حرب. سواء لكن هناك ربما يعني دعم أوروبي، شاهدنا اليوم ألمانيا تبدي دعمها ربما بشكل أو بآخر إلى إسرائيل، طالبت بعدم تسييس هذه القضية وعدم الذهاب إلى ربما تسييس المحاكم كما قالت. كيف ترى ذلك؟ يعني واضح جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هم الذين يحاولون دائما الطعن في محكمة الجنايات الدولية وأي محكمة دولية، حتى في محكمة العدل الدولية والمحاكم الأخرى. أعتقد وأنا على قناعة تامة أن هذه المحاكم يعني تتصف في المهنية وتأخذ الموضوع بموضوعية أكثر من السياسية، وبالتالي إذا كنا نريد سيادة القانون الدولي يجب احترام المواثيق الدولية والقرارات التي تصدر عن هذه المحاكم، وأن لا يكون هناك عملية ضغوطات سياسية وتهديدات بقطع ميزانيات ودعم وما إلى ذلك من ممارسات قد تقوم بها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي من المصلحة للدول الأوروبية وألمانيا بشكل خاص على أنها هي تدعم هذه المحكمة. أستاذ عمر، يعني إذا ما واصل الجانب الفلسطيني هذه الملفات وانطلق إلى محكمة الجنايات الدولية وإلى المؤسسات الدولية، هل يمكن أن يؤثر ويزعزع ربما الاقتصاد الإسرائيلي في الضفة الغربية، لا سيما وأن المنتجات التي توسم بوسم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة؟ أعتقد نعم، يعني إذا كان الانتقال لهذه الشركات من الداخل إلى المناطق وخط 67 اقتصادي بحت قرارهم، الآن إذا كان هذا الموضوع سيقوم بالضرر المادي والاقتصادي
عمليا هناك تأثير. كذلك الأمر انتبه سيدي أن اليوم عمليا إسرائيل اتخذت قرار مهم بعدم التقدم بما يضم مناطق 67 في غور الأردن خوفا القرارات التي ستصدر من المحكمة الجنائية، وبالتالي يعني هم يعطون الوزن لمثل هذه القرارات. نعم، المحامي عمر خمايس مدير مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.